على المستوى السفارة، يعني كمان السفير أشرف إبراهيم ده سفير مصر في المغرب حرص على التواصل مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ورئيس بعثة الفريق في كازابلانكا اللي طبعا بتستعد لمواجهة الوداد. أجرى السفير عدة اتصالات هاتفية بالكابتن محمود الخطيب لاطمئنان طبعا على البعثة والتأكيد على الدعم الكامل للفريق خلال مهمته. ودي ده اللي احنا بنتكلم عليه دايما، السفارات وسفارائنا في خارج، حتى لما كنت بلعب كان بيقوموا بكل حاجة، يعني بيقوموا حتى على أيامنا ما كانش بيطلع معانا شيف، لكن هم كانوا حتى بيعزمونا هناك في السفارة على أكل بشكل مختلف، بيحاولوا يطفوا جو من العائلة، يعني دايما بيكون هناك دي بتدي روح حلوة قوي لما يكون موجودين احنا في السفارة. السفارة بتعزمنا على غداء او عشاء، تواجدهم كمان في الاوتيل، اي حد عايز حاجة محتاج حاجة فدوت. بنشكر طبعا سيادة السفير وكل البعثة سفاراتنا في المغرب لانها بصراحة بتقوم بمجهود كبير جدا جدا. وما كانش عندكم قصة السوشيال ميديا النهارده، يمكن حتى فقرة التحليل الفني مع كابتن عادل مصطفى واحمد ثابت كان افتكر كل صفحات المغرب في السوشيال ميديا كانت بتعلق النهارده على الفقره اللي احنا عملناها امبارح وتحليل فريق الوداد المغربي للمباراه بتاعت يوم السبت ان شاء الله. ده كمان ما كانش على ايامكم صح؟ ما كانش على ايامكم، ما كانش على ايامنا سوشيال ميديا، لكن كان لا ما كانش. كان على ما على المستوى على ده شيء ايجابي وسلبي، يعني على المستوى الايجابي كنا اكتر تركيز مقفول عليكم يا اكتر كابتن. تركيز الدنيا كانت ماشيه بسهوله شويه، دلوقتي السوشيال ميديا يمكن بتاخد جزء شويه من يعني من تفكير بعض اللعيبه والجماهير بتخش في القصه ديت، لكن على ايامنا يعني كنا يعني مش التزام لكن كنا منفصلين شويه، كان مقفول علينا بشكل اكبر. لكن زي ما بقول لك دايما دور السفارات كان بيبقى مهم جدا في بعثاتنا، وبتقوم بدور مهم جدا جدا.